السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، مرحبا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات من مادة أو مقرر البيولوجي. أكمل معكم ما وصل إليه أخي وزميلي دكتور حيدر. تكلم دكتور حيدر لكم أعتقد عن اليوكاريوتيك سيل وتطرق إلى البروكاريوتيك، وأنا أكمل تفاصيل البروكاريوتيك معكم وناخذ مثال عليها البكتيريا لأن بها تفاصيل شاملة. البكتيريا تدرس من حيث الشكل، من حيث النواة، من حيث التركيب كله راح ندرسه. احنا نبدأ بالشيب أو الشكل. الشكل بالنسبة للبكتيريا يمكن تحديده من خلال تركيب الجدار الخلوي اللي يعطيها الشكل النهائي، ويمكن تمييز وتشخيص شكل البكتيريا من خلال تصبيغها ببعض الصبغات وفحصها بالمجهر الضوئي أو الميكروسكوب اللايت ميكروسكوب. أنواع البكتيريا، للبكتيريا أنواع، منها الكروي الكوكس نسميه، والرود لايك او الباسيلاس، والحلزوني او السبايرال. بالنسبه للبكتيريا الكرويه والعصويه تنمو بشكل ثنائيات او بشكل سلاسل او نسميها المسبحه او القلاده. أما بالنسبة للكوكاي ممكن بالإضافة إلى الثنائيات ممكن أن تنمو على شكل عنقود ونسميها الستاف، مثالها الستاف ستافيلوكوكس. شكلها بعد ما تنمو تنقسم بشكل عنقود العنب. هذا يأتي من اختلاف مستويات الانقسام بالنسبة للبكتيريا. بعض أنواع البكتيريا نسميها البليومورفيك، مثل البكتيرويدز أو ما تسمى بالبكتيريا الكاذبة أو أشباه البكتيريا، يعني متعددة الأشكال، ممكن نشوفها بأشكال متعددة. المضادات الحياتية التي تؤثر على الجدار الخلوي أو بناء الجدار الخلوي مثل البنسلين وما شابه، يعني وكل المضادات اللي من عائلته، ممكن أن تغير شكل البكتيريا، لأنه الجدار الخلوي هو الجزء الصلب واللي يعطي الشكل النهائي للبكتيريا الخارجي والمشفر. وراثيا أي شيء يؤثر على الجدار الخلوي يحطمه أو يعرقل بناءه ممكن أن يغير من شكل الخلية، تفقد شكلها. يعني الباسيلاس إذا حطمنا جدارها راح تتحول ربما إلى سفيرويد أو كروية. ما نطيل عليكم بالتفاصيل كثيرا، لذلك أنا سويت المحاضرة بشكل lecture notes، نقاط وملاحظات تستفيدون منها، وأنتوا بعدين بالمراحل المتقدمة إذا حبيتوا وتخصصتوا راح ممكن تتوسعون إذا كان هناك مقرر. ننتقل إلى الجزء الثاني من أجزاء البكتيريا. شرح لكم الدكتور حيدر عن النواة كإحدى مكونات الخلية حقيقية النواة، والتي هي صفة من صفات حقيقية النواة. في البكتيريا النواة غير موجودة، النواة غير موجودة، ويطلق عليها بعض العلماء والباحثين أو في بعض المراجع بالنيوكليويد، يسموها المنطقة اللي تحتوي على، أترك الكلام هذا لأنه واجب راح يصير عندكم، يسموها نيوكليويد، النواة الكاذبة أو نيوكلير بادي، الجسم النووي. سؤال لكم تجاوبوا وتحولوا لي مكتوب بخط اليد، أنه هل تحتوي البكتيريا على مادة وراثية أم لا، وأين تكون. نتواصل. نواة البكتيريا لا تحاط، وكل بدائية النواة نرى أن المادة الوراثية غير محاطة بغشاء، يعني غلاف نووي ما موجود. إذن المادة الوراثية منتشرة في السيتوبلازم. كيف يكون شكلها؟
وهل هي حرة أم مرتبطة؟ هذا سؤال لكم. لا تحتوي البكتيريا أيضا على جهاز انقسام خيطي كما هو موجود في حقيقية النواة اللي يسحب الكروموسومات إلى الطرفين بعد تضاعفهن ومن ثم انقسام الخلية. المنطقة النووية تحتوي على العديد من المتعددات الأمين والمغنيسيوم، أيونات المغنيسيوم أو المشحونة بشحنة سالبة. المادة الوراثية يكون شكلها حلقي وليس خيطي كما في حقيقية النواة، وملتفة لفا فائقا على نفسها. طبعا هذه من صفات الحمض النووي في كل الكائنات سواء حقيقية النواة أو بدائية النواة. الجينات كثرة عددها يستدعي أن يكون الجينوم طويل جدا ولا يمكن أن تحتويه الخلية أو يعرقل عمل الخلية إذا كان حر ومنفك في داخل الخلية. لذلك له صفة السوبر كويلينج، يلتف على بعضه لف ولف فائق ولف لف فائق ولف سوبر كويلينج نسميها، ولف فوق الفائق لتصغير حجمه وتسهيل مهمة الاحتفاظ به في داخل الخلية سواء كانت خلية حقيقية النواة أو بدائية النواة. الـ DNA أو المادة الوراثية تكون ثنائية الخيط أو double stranded DNA، يعني بشكل خيط DNA مزدوج نيجاتيف وبوزيتيف سترانز، كميات قليلة من الـ RNA موجودة، الحمض النووي الرايبوزي والأنزيمات البلمرة الـ RNA والـ DNA لغرض التضاعف، والبروتينات الأخرى المساعدة في عمليات الانقسام وفي العمليات الأساسية الفسلجية للخلية. ننتقل إلى السيتوبلازم كمكون ثالث من مكونات البكتيريا أو الخلية بدائية النواة. البكتيريا حالها حال حقيقية النواة، تحتوي على سيتوبلازم، يحتوي هذا السيتوبلازم على رايبوزومات وأنواع مختلفة من الحبيبات الخازنة للغذاء، ويفتقر لباقي العضيات التي تحتوي عليها الخلية حقيقية النواة. تفتقد الخلية بدائية النواة إلى العضيات، لذلك نلاحظ السيتوبلازم أقل محتوى من الحبيبات مما موجود في الحقيقية النواة. الرايبوزومز كمكون، الرايبوزومات طبعا حبيبات سيتوبلازمية مهمة جدا بالنسبة للخلايا الحية، موجودة في حقيقية النواة وفي بدائية النواة. الرايبوزومات هي عبارة عن حبيبات منتشرة في السيتوبلازم مكونة من مكونين أساسيين، البروتينات والحمض النووي الرايبوزي الرايبوزومي، وتختلف عن رايبوزومات حقيقية النواة بسرعة الترسيب أو كتلة القطع أو الوحدات المكونة للرايبوزوم. الرايبوزوم مكونة من عدة قطع، قطعتين أساسيتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة في كلتا الخليتين حقيقية النواة وبدائية النواة، ويختلفان في عدد الوحدات الثانوية وسرعة ترسيبها، نسميها السفيدبرغ يونت، السيدمنتيشن ريت يونت. الرايبوزومات البكتيرية تكون سرعة ترسيبها 70S، ومكونة من قطعتين، الكبيرة منها 50S والصغيرة منها 30S، وال50S مكونة من قطعتين 16S و23S و5S قطعة صغيرة من الـ RNA. الرايبوزومات
مقترنة بعملية بناء البروتينات، وفي بداية النواة تكون مرتبطة في الأغشية في الغشاء البلازمي، كون أنه لا تحتوي خلايا بداية النواة على شبكة إندوبلازمية أو أغشية أو حويصلات أو في داخل يعني كعضيات في داخل الخلية كما ذكرنا. لذلك تكون يا إما منتشرة بالسيتوبلازم يا إما مرتبطة بالغشاء البلازمي. الكثير من المضادات الحياتية اللي الله يبعد عنكم إن شاء الله، ماكو واحد بينا ما متناول مضاد حيوي، تعمل على تستهدف الريبوزومات، تستهدف عملية بناء البروتين، وتؤدي إلى تثبيط عملية بناء البروتينات، وبالتالي تعرقل أو تمنع عملية الانقسام والفسلجة الخلوية، الفسلجة الخلوية المتضمنة بالأيض الذي يعمل على إنتاج الغذاء للبكتيريا ونموها ونشاطها، من أمثلتها الأريثرومايسين. ننتقل إلى المكون الآخر من مكونات الخلية بدائية النواة، وهو سايتوبلازميك ممبرين أو الغشاء السايتوبلازمي. الغشاء السايتوبلازمي شرح لكم يا دكتور حيدر بشكل وافي جدا، ويخضع لنظرية الموزايك نسميها. يتكون الغشاء البلازمي من وحدات بنائية ثنائية القطب، أحد أقطابها كاره للماء والقطب الآخر محب للماء، مشكلا طبقتين عازلتين بين البيئة الخارجية للخلية والبيئة الداخلية للخلية. تتخلل هذه الطبقتين بروتينات تشكل ثقوب تساهم في عملية تبادل الأغذية وتبادل المواد انتقائيا. تحتوي الأغشية في البكتيريا على أنظمة وأجهزة السيتوكرومات، يعني عملية تحويل الطاقة الكيميائية تحدث في الأغشية البلازمية. هي بروتينات تساهم في عملية تحويل الطاقة من إلكترونات إلى أيون الهيدروجين أو بالعكس، يعني الأكسدة والاختزال يحدث بالغشاء البلازمي. الفسفرة التأكسدية اللي سامعين عنها سابقا أعتقد بالثانوية دارسية همات في دورة كريبس، الفسفر تحدث أيضا في الغشاء البلازمي. الدهون الناقلة، الأنزيمات وبروتينات الرابطة للبنسلين موجودة في الغشاء البلازمي، بالإضافة إلى البنسلين بايندينج بروتينز أو البروتينات الرابطة للبنسلين والمتضمنة في عملية بناء الجدار الخلوي، موجودة كلها هذه وين؟ بالغشاء السيتوبلازمي. الأنزيمات المتضمنة عملية بناء الدهون المفسفرة والدي ان اي، عملية تضاعف الدي ان اي موجودة أيضا في الغشاء البلازمي أو مرتبطة بالغشاء البلازمي. الكيمو ريسبترز اللي اتطرق لها دكتور حيدر، المستقبلات الخلوية، الكائنات الدقيقة والخلايا تناغمها مع البيئة، وسائل تخاطبها مع البيئة يكون عن طريق مستقبلات، وهي إما بروتينات أو بروتينات سكرية أو ما إلى ذلك. وظيفة الغشاء البلازمي، للغشاء البلازمي عدة وظائف، منها النفاذية الانتقائية كما ذكرنا، والنقل الفعال أو النقل النشط المساعد أو المعزز بالبروتينات
المعبرة نسميها أو البروتينات الناقلة الممبران بوند والمرتبطة بالغشاء البلازمي مثل ما قلت لكم اللي هي تتخلى الغشاء البلازمي، بروتينات تعمل على نقل بعض المواد انتقائيا وعكس التركيز، والبروتينات الرابطة وأنواع أنظمة النقل الأخرى في الخلية. أيضا كلها وظائف تحدث في الغشاء البلازمي. يعتبر الغشاء البلازمي مكان هدف لبعض المضادات الحيوية مثل البوليمكسين. البوليمكسين يعمل على الغشاء البلازمي. الميزوزومز كمكون آخر من مكونات الخلية هي عبارة عن انبعاجات أو طيات في الغشاء البلازمي في الخلية. هذه الطيات إما أن تكون في منطقة الوسط، منطقة نسميها استواء الخلية في المحيط ونسميها السبتال ميزوزومز، أو تكون جانبية وتدعى بالغير حاجزية أو غير مقطعية. وظيفة الميزوزومز هي أولاً يرتبط بها الـ DNA ويثبت إليها، ثانياً تلعب دور في عملية تضاعف الـ DNA وانقسام الخلية، ولها دور في إفراز بعض المواد التي تنتجها الخلية أو فضلاتها. مكون آخر من مكونات الخلية البروكاريوت هي البلازميدات. البلازميدات هي وحدات وراثية صغيرة دائرية الشكل وهي غير كروموسومية، يعني مادة وراثية ليس لها علاقة بالجينوم أو المادة الوراثية الأساسية للخلية. حرة في السيتوبلازم، ثنائية الخيط، قلنا مكونة من DNA جزيئات DNA، ثنائية الخيط. قادرة على التضاعف التلقائي، يمكن أن تقترن أو تتحد أو تنحشر بالجينوم مال البكتيريا أو كروموسوم البكتيريا نسميها. وظيفتها تحتوي على جينات وقائية تلعب دور في حماية الخلية وخصائصها مثل المقاومة للمضادات الحيوية ونقل الإمراضية من بكتيريا إلى بكتيريا، عوامل الضراوة نسميها إحنا، أو لها انتقاليتها الخاصة لكل نوع من البلازميدات بين أنواع البكتيريا. الجسيمات القافزة أو الترانسبوزونات. الترانسبوزونات هي قطع من الـ DNA أيضا، لها القابلية أن تتحرك وتتنقل ضمن الكروموسوم للبكتيريا الواحدة، وممكن بين الكروموسوم والبلازميد أو من البلازميد الكروموسوم. They don't self-replicate. بهذه النقطة تختلف عن يعني عندنا اختلافين بين الترانسبوزون والبلازميد. أول مرة قطع من DNA قابلة للتنقل بين ضمن الجينوم من كروموسوم الخلية أو بين البلازميد والكروموسوم الخلية، وغير قابلة للتضاعف الذاتي، لذلك تحشر نفسها ضمن الكروموسوم أو ضمن البلازميد وتضاعف معه. وظيفتها تشفر للمقاومة للمضادات الحيوية أو الأنزيمات، وتشفر للأنزيمات أيضية أو سموم. ممكن أن تغير قابلية التعبير للجينات المجاورة إلها في مكان انحشارها أو دخولها، وممكن أن تسبب طفرات في الكروموسوم بالنسبة للبكتيريا
في مكان اللي تدخل له لأن تغير بالتسلسل مال قواعد النيتروجينية. cell envelope. cell envelope هو نسميه غلاف الخلية. غلاف الخلية يشمل كل ما يحيط بالخلية واللي يضمن الجدار الخلوي والغشاء السيتوبلازمي. التركيب العام للسيل انفلوب يتكون من جزيئات عملاقة على شكل طبقات تحيط بالبكتيريا واللي تتضمن الغشاء الخلوي وطبقة البيبتايدوغلايكان المتعددة أو السميكة، قد تكون سميكة في البكتيريا الموجبة لصبغة جرام وخفيفة بالبكتيريا السالبة لصبغة جرام. نستثني من ذلك المايكوبكتيريا اللي يسبب السل، ويحتوي في البكتيريا السالبة لصبغة جرام على غشاء خارجي، غشاء خارجي نسميه outer membrane. ويمكن أن تحتوي في بعض الأحيان في بعض أنواع البكتيريا على مادة هلامية خارجية تحمي البكتيريا مثل الكبسول نسميها أو glycocalyx layer اللي تختلف عن الكبسول في التركيب، ولكن وجودها نفس وجود الكبسول خارج الخلية، أو تحتوي على الاثنين معا في بعض الأحيان. المستضدات اللي تحتوي على الكبسولة ممكن أن تثير الجهاز المناعي ضدها. ننتقل إلى الجدار الخلوي. نشوفوا الخلية البكتيرية حسب الوصف اللي وصفناه والمحاضرة اللي تكلمنا عنها، إنه المادة الوراثية أو الجينوم موجود بالسيتوبلازم وغير محاط بغشاء نووي أو غلاف نووي. السيتوبلازم يحتوي على حبيبات، وهذه الحبيبات إما أن تكون رايبوزومات أو حبيبات خازنة للغذاء، تحتوي على غشاء بلازمي. شوفوا هذا هنا غشاء بلازمي، هذا الغشاء البلازمي، وتحتوي على جدار خلوي، وتحتوي على outer membrane هذا البيبتايدوغلايكان الجدار الخلوي، وهذا الاوتر ممبرين او الطبقه الخارجيه. تحتوي على فلاجيلا وتحتوي على سيليا احيانا، واشكالها وتوزيعها يختلف من بكتيريا الى اخرى. انتم ما مطالبين بهذه التفاصيل تخص جماعه المايكرو. والصوره الاخرى توضح لنا، شوفوا البكتيريا الموجبه لصبغه جرام، هذا تركيب ثنائية الطبقة أو الموزائيكي للغشاء البلازمي. هذه البروتينات اللي تكلمنا عنها الناقلة، وهذه البروتينات المستقبلات أو اللي لها دور أنزيمي داخلي مرتبطة بالسيتوبلازم. قلنا هنالك فجوة ما بعد الغشاء البلازمي، بعدها يبدأ البيبتايدوغلايكان، هاي طبقة البيبتايدوغلايكان اللي هو مكون من طبقات متعددة لجزيئات عملاقة من مواد سكرية، في طبعا ما تحتوي على غلاف خارجي. في البكتيريا السالبة لصبغة جرام تحتوي على غشاء البلازمي بنفس المواصفات اللي موجود بالموجبة لصبغة جرام، وطبقة البيبتايدوغلايكان تكون أقل أنحف أو أقل سمكا، بينما تحتوي في الخارج على الأوتر ممبرين كطبقة خارجية، وهذا ليس الكبسول أو الجلايكوكاليكس. ما بعد يكون الكبسول أو الجلايكوكاليكس إن وجدت بالأسيد فاست باسيلاي أو المايكوبكتيريوم قلنا التركيب يختلف، تحتوي على طبقات من مواد أخرى تخليها تقاوم القصر وتقاوم الكحول وتقاوم ذلك، تشخيصها يكون تشخيص خاص. نعود إلى المحاضرة. الجدار الخلوي يشير إلى المنطقة التي ما بعد الغشاء السيتوبلازمي والتي تكون إلى الخارج منه، وتقع
يعني بالضبط تقع ما بين الكبسول والغشاء البلازمي. الجدار الخلوي واحد من وظائفه يحمي الخلية من الضغط الإزموزي أو الضغط التنافذي الناتج عن اختلاف تركيز الملحي، ويضفي أيضا للبكتيريا، يعطيها صفة التمايز بالنسبة للتصبيغ بناء على صبغة جرام، ويصنفها إلى موجبة وسالبة. يتكون في البكتيريا الموجبة لصبغة جرام من بيبتايدوغلايكان، طبقة اللي شفناها بالصورة، والتايكوك أسيد أند التايكيورونيك أسيد. هذه المواد بالنسبة يدرسوها الميكروبيولوجيين، عندنا ندرسها لطلابنا، أنتم ما مطلوب من عندكم هذا التفصيل، ومتعدد السكريات اللي يمثل المستقبلات وإلى دور أنتيجيني أو مستضدي. بالجرام نيجاتيف بكتيريا أو البكتيريا السالبة لصبغة جرام يتكون الجدار الخلوي من بيبتايدوغلايكان، ليبوبروتين، والأوتر ممبرين اللي يتكون من دهون مغصفرة ويحتوي على متعدد السكريات الدهني. هذه الصورة اللي سألت إحدى زميلاتكم عنها، قالت انه شنو اللي نقرأ من عندها، داخله لو مو داخله، شفتوا شلون من قرينا على الصوره شلون توضحت بعض الامور. هاي الصوره تقرون عليها زين عيني، وهذه وظائف اجزاء الجدار الانفلوب، عفوا السيل انفلوب، وظائفه هذه كل جزء ووظيفته ومكانه، مكان الجزء ووظيفته. حتى ننتقل نمهد للانتقال إلى المحاضرة الأخرى، نوضح لكم مستويات التخصص أو نسميها التعظي. طبعا راح نبدأ من الجزيئات وما دونها موجود كفيزياويين، تعرفون أنه الجزيئات تتكون من ذرات، وذرات تتكون من أجزاء مكونة إلها كنواة وإلكترونات، والنواة ما نريد ننزل إلى الأسفل، نبدأ مما يهمنا. يبدأ التعظي عندنا من الجزيئات. الجزيئات إما أن تكون عندما تتجمع الجزيئات تكون الماكروميكولز أو الجزيئات الكبيرة أو العملاقة. الجزيئات العملاقة تشكل مع بعضها تكون لنا عضيات. العضيات تكون لنا مجموعها عندما تجتمع تكون لنا أجزاء الخلية وتشكل لنا الخلية، ومجموع الخلايا يشكل لنا النسيج، والنسيج مجموع الأنسجة يشكل لنا أعضاء، ومجموع الأعضاء يشكل لنا أجهزة في جسم الكائن الحي، ومجموع الأجهزة عندما تتفاعل مع بعضها تكون لنا كائن حي. إذن الانتقال من الدقيق إلى الكبير، انتقلنا من الجزيئة إلى الكائن الحي. نشرح بملخص بسيط. الجزيئة هي وحدة كيميائية تتكون من ذرتين أو أكثر. الذرتين إما أن تكون متشابهتين أو مختلفتين، وتعتبر الوحدة البنائية علما للماكرو مولكيولز، الجزيئات العملاقة. الماكرو مولكيولز أو الجزيئات العملاقة وهي جزيئات كبيرة تشكل من العديد من الجزيئات المختلفة، وهذه إما أن تكون غير متجانسة مثل الهيموغلوبين، أو تكون متجانسة وتدعى بالبوليمرز. البوليمرات هي جزيئات عملاقة مكونة من وحدات متكررة أو جزيئات متكررة معينة.
من أمثلة البوليمرات النشا، السليلوز، البروتين، الدي ان اي، الار ان اي، والأمثلة كثيرة. العضيات جسيمات مستقلة وتكون جزء من أجزاء الخلية، تنجز وظائف معينة في الخلية، كأن تكون الإفراغ، الإخراج، خزن الغذاء، بناء بروتينات وما إلى ذلك. الخلية وحدة البناء والوظيفة كما عرف لكم إياها زميلي الدكتور حيدر، وحدة البناء والوظيفة في الحياة. الخلية عندما تجتمع الخلايا المتشابهة من نفس الوظيفة تكون النسيج. إذن النسيج هو مجموعة من الخلايا المتخصصة لأداء وظيفة معينة. هذه الخلايا نفس التخصص، كلها نفس التخصص، كمثالها النسيج العضلي، النسيج الدهني، النسيج العصبي. زين، الأنسجة عندما تجتمع مجموعة مختلفة من الأنسجة، طبعا اللي كل واحدة متخصصة لأداء وظيفة معينة، راح تسوي لنا أو تكون لنا جهة عضو. مثلا الكبد، الكبد هو عضو من أعضاء الجهاز الهضمي. الكبد يتكون مجموعة مختلفة من الأنسجة، مو من شكل واحد، ومجموعة الأنسجة أو الأعضاء عندما تجتمع تكون نظام أو جهاز. يعني جهاز الدوران يتكون من القلب، من الأوعية الدموية، طبعا أنسجتها مختلفة واحدة عن الأخ، القلب عضلي، الأوعية الدموية طلائي، وأنسجة مختلفة كثيرة أخرى. الأجهزة عندما تجتمع معا بوظائفها تشكل لنا الكائن. إذا كان الكائن مكون من خلية واحدة، إذن محتوى كل الأجهزة. شوف مستوى التعضي وين وصلنا، وصلنا للسيل تيشو، ما عندنا أورغان، ما عندنا أورغان سيستم، ما عندنا. إذن الأورغانيزم ما بعد السيل بالنسبة للكائنات وحيدة الخلية. متعدد الخلايا لا راح يحتويهن كلهن، ذني لأن أعقد راح يكون وأكثر تطور. شكرا لإصغائكم وأشكركم الحضور، لا تنسون بالنسبة للي تواجدوا لهذه المحاضرة حضورهم مهم، راح نقيم عليها. شكرا جزيلا.